ماكسيميليانو، رودريغيز يوزع خطيرة راسية الثانية، إيكوين والثانية هدف، الهدف الثاني المعلق الأرجنتيني. شوف الكرة ماكسيميليانو، شوف بيان ليو، شوف العبال وإيكوين، شوف إيكوين شاف مركب والكرة الخطيرة والثاني والجول. 3-1 ماشي التانجو، إيكوين ليو ميسي. الربط من الأرجنتين، شوف الكرة مليئة، شوف الكرة كيف تلعب. ميسي دخل المونديال، ميسي 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 أول الواخر. وتبعد قبل أن يصل إليها حارس المرمى، لكن هناك أيضا استهتار والكرة تبعد بعد ذلك. يا سلام يا سلام يا سلام، انظروا ماذا يفعل، انظروا ماذا تشاهد. هنا الانطلاق، هنا المرور، هنا التمريرة لمركز سليم، تعود من جديد في الجهة اليمنى ليونيل ميسي، بمر بمرر تمريرة بينية ميسي. الله، رقم 10 في الأمان مع نجم هذا الزمان. ميسي مش ممكن يا ميسي، شكرا في هذا الزمان يا مارادونا. أداء معنويا وحسيت مجموعة سودي، مجموعة متلاحمة. والهدف الخامس من سيرجيو أغويرو، دخل ليسجل السهر، دخل ليسجل زوج البنت يا مارادونا. 5-0 من سيرجيو. مرمى منتخب البرازيل لما خسر 1-3 هدف الاهداف الجميله، هنا امامنا ركنيه بيتمنى في اللقاء لصالح المنتخب الارجنتيني، وفرصه وجول وفرصه وجول. هذه الاسماء الارجنتين تقدم عرض يعني لا شك جيد. ادي امامنا ليونيل ميسي في اختراق، في انطلاق، في مهاره، في مراوغه، في تسديده، في هدف، في اعاده. الكره جميله جدا،